مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة، وصفات بإذن الله نبدأ بيها كده لكل أولادنا الصغيرين اللي بدأوا في الدراسة أو اللي لسه هيبدأوا إن شاء الله في الأسبوعين القادمين بإذن الله على خير. عارفة أنها فترة كده هنبدأ نستعد بقى لوصفات المدارس الحلوة. النهاردة هنعمل وصفة محببة لكل الولاد، يمكن احنا احيانا في البيت بنخاف نعملها قوي، بس النهارده هنعملها بطريقه حلوه ومنكهات جميله، وبنطلبها من بره وبتيجي بفلوس كتير دلوقتي، واتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. ابدا اول حاجه، والوصفه دي تصلح تماما، وهقول لكم واحنا شغالين ممكن نعمل بيها الشيش طاووق او الوراك، الافخاذ المخليه هتبقى جميله جدا فيها، وتبقى اللي هي الدجاج او الفراخ المقرمشه. احنا النهارده هنعمل الدبابيس المقرمشه لانه معظم الولاد بيحبوا الدرام. اولا سهل في الاكل، طري وسهل عليهم انهم ياكلوه من غير ما يبوظوا الدنيا ويزروطوا حواليهم كتير. تعال نقول بسم الله. عندي دجاج المقرمش، دبابيس دجاج، ممكن محلها فرخة تكون متوسطة 1200، ما تكبروش الفرخة عشان تستوي صح وتديك اللون الحلو. تتقطع 8 قطع ونعملها دجاجة متقطعة. طيب عندي للتتبيلة 2 كوباية من اللبن الرايب، لو ما فيش لبن رايب هنروب اللبن وهقول لكم ازاي. عندي توابل دجاج، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل. خليط القلي جميل جدا وبسيط ومتوفر في كل بيت، انا هعمله بالطريقة السهلة. هعمل 2 كوباية من الدقيق، عليهم 1/2 كوباية من النشا، هحط عليه منكهات زي ما اتفقنا وكنا بنعمل في حاجات كتير قبل كده لازم انكه الدقيق ده. هحط بابريكا وهحط توم باودر، هحط بصل باودر، هحط مستردة باودر اللي هي بذور الخردل وهنطحنها مع بعض. عندي شطه للي بيحب الوصفه دي مش اوريجينال، يعني مش من غير شطه، بيحبها سبايسي شويه. وعندي ملح وفلفل. وصفه بسيطه وسهله وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. طيب اول حاجه هسمي الله، اللي ما عندوش لبن رايب هيحط على اللبن اما معلقة ليمون او معلقة خل، وهنسيبه 10 دقايق هيروب، هيبقى هو الباتر ميلك اللي احنا متعودين بنشتريه بفلوس كتير قوي من بره. حلو الكلام؟ كلام جميل. او زبادي هخففه بشوية مية، او هستخدم اللبن الرايب بتاعنا اللي احنا عارفينه العادي خالص. هنبدأ نعمل كالآتي. اول حاجة لازم انغز الافخاز دي شوية. ليه؟ عشان تدخل التتبيلة من ناحية العظم هنا شوية، نعمل كده تنغستين كده عشان بصوا تشريطة كده، عشان عشان تبان معانا انها يعني التتبيلة تتشرب حلو. اولا الوصفة دي تبقى حلوة قوي مع حضراتكم اذا بتتعمل زي ما بيقولوا من بالليل لتاني يوم، تتنقع فيها لان اللبن الرايب او الزبادي بيطري اللحم جدا، بيساعد ان هو يستوي بشكل كويس. بصوا تشريطه بس كده، ادخل التتبيله جواها وان شاء الله يعني تنول الاعجاب. احنا هنا بدانا نسخن الزيت في نفس الوقت اللي بنبدا نتبل فيه، لان انا في الاخر عايزه الزيت ما يبقاش سخن قوي. طب هنتكلم عن مرحله مهمه، الزيت يكون حرارته متوسطه، يكون عميق، ما يكونش كتير، لكن ممكن يكون في مكان الزيت فيه صغير، يعني كمية صغيرة، بس طبعا مش هنحط كل الكمية دي مع بعضها، هنقلي شوية بشوية وده الأهم. طبعا هما في المحلات بيبقى فراير كبير بياخد كمية كبيرة جدا من الزيت، فطبعا بيقدر ينزل الدجاج دي بكمية كبيرة في الديب فراير ده، أو في كمية الزيت الرهيبة دي. عايزة أقول لكم الولايات المتحدة أول دولة عملت الفراخ المقرمشة دي في اسكتلندا، كانوا بيقلوها في زيت النخيل، وده طبعا كان حاجة خطر جدا على فكرة. وبعدين العبيد الأفارقة في جنوب أفريقيا استخدموا معها التوابل الإفريقية، ثم بقى وصلت لنا. طبعا الناس اللي كانوا من هولندا بيتواجدوا في أمريكا بدأوا يعني ينقلوا الوصفة دي بشكل أو بآخر في الولايات المتحدة. تعالوا كده نبدأ بسم الله. أنا هاخد أول حاجة بولة كده كبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كل التوابل دي فيها. أولا الزبادي أو اللبن الرايب أو الباتر ميلك اللي احنا عملناه بمعلقة خل أو معلقة عصير ليمون، يا ده يا ده. هنحط عليها التوابل بتاعتنا اللي هي بهارات الدجاج كمية حلوة، الثوم الباودر والبصل الباودر، البابريكا،
هناخد رشة ملح وفلفل كده، رشة ملح حلوة. التتبيلة لازم تبقى متبلة كويس. بسم الله هنقلب كده. وهقدر ازود عليها شوية مية كمان، هخفها كمان بشوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده. ممكن تستخدموا المرق الباودر بتاع الدجاج مكان الايه الملح لو عايزين، بيدي تيست حلو برضو. عايزه اتبلها تتبيله حلوه اهي، بصوا. بعدين هننزل الدرامز او الدبابيس دي، وهنسيبها بقى من بالليل لتاني يوم. خلاص، الجلد مهم قوي، الجلد ده هو اللي بيدي الطبقه الكريسبي اللي حضراتكم بتشوفوها معرجه كده وعامله شكل جميل قوي. شايفين اهو ده، مفيش حد ما بيحبهاش. والنهارده هقول لكم طريقه برضو للتشيكن ستريبس لو عايزين تتبيله حلوه ليها، لو هتعملوها. احنا طبعا هنعمل الارز الريزو وال، بصوا بقى فوائد اللبن الرايب ده او الزبادي مهمه جدا، لانه مفيد لعمليه الهضم جدا، بيعالج الحموضه، بيدي احساس كبير بالشبع، بيساعد على نمو عظام الاطفال. الناس اللي عندها حساسيه اللاكتوز بيحسن من المعده عندهم، ومحارب للخمول والكسل والامساك والاسهال في نفس الوقت، مرطب جدا للبشره وحلو جدا. بصوا كده، عايزه اقول لكم بقى مفيد جدا لتتبيلات الفراخ، لانه هو فيه انزيمات واحماض، عايزه اقول لكم بتخلي الانسجه بتاعت الدجاج كده تبقى طريه. تعالوا بقى كده، ولازم تستخدموه سائع، اوعوا تستخدموه سخن، لو استخدمتوه سخن يفقد خواصه او فوائده. الافضل ما نستخدموش مع لا لحم ضاني ولا اسماك، لانه ممكن لا قدر الله يعمل تسمم، فاللبن الرايب مش مفضل مع الاسماك ولا اللحم الضاني. طيب تعالوا بقى بينا هنا، هناخد معانا مين؟ ام يوسف، اهلا وسهلا يا ام يوسف. الو، وعليكم السلام ورحمه الله. انا معاك. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي يا ام يوسف. الحمد لله، انا بحبك قوي كده. يا رب اسعد قلبك يا ام يوسف. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، سلمين. انا بحبك جدا وبحب مهاراتك العظيمه يا حبيبه عمري، احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي. اتفضلي. انا عايزه اطلب منك حاجه، يعني اموري يا روحي، اتفضلي. انا عايزه منك اللي هي الحلويات اللي هي الشرقيه اللي انت بتعملها لنا بايديك الحلوه ديت. ايوه. وبعدين حضرتك يعني اطلب منك طلب صغير. اموري قولي. بعد اذنك. سامعاكي يا ام يوسف. طب اعرفوا لو هي قالت، لو سمعتوا قولوا لي، ولو ما سمعتوش خليها تحاول تكلمنا تاني. خلاص؟ عشان انا هنا ايه بذور الخردل بقت جميله جدا الحقيقه. هنطحن شويه. تعالوا كده. بسم الله، ثواني بقى انا اطحنها وايه. بسم الله. بسم الله. طيب ممكن هما يجوا يظبطوها لي. اوكي يا حبايبي، او انا اجرب هنا كده. اوكي ونشوف. طيب خليهم يجوا يطحنوها لي عقبال ما انا اكمل بقيه التوابل. هحط على الدقيق هنا نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من النشا، ده اللي انا هغلف بيه الفراخ من بره علشان ادخلها فين؟ في التحمير. واقدر اعمل كده في الافخاد عادي جدا، وما كترش النشا قوي، لان النشا لما بيكتر قوي بتخلوا الفراخ من بره قويه جدا وايه وبتبقى ناشفه زياده. دي معلقه شطه اختياري للي بيحب، عشان اللي بيحب الخليط ده سبايسي مفيش مشكله خالص. طيب هنحط بقى بقيه التوابل، ده توم باودر، وطبعا عندي بابريكا، وهنحط برده رشه من الملح والفلفل.
واذا في عند حضراتكم هات لي ملح بقى يا محمد لو سمحت. نقلب كده، نقلب تقليبه حلوه كده، تمام. ايوه هنقلب بقى الخليط ده كده مع بعضه، وهضيف عليه بقى بذور الايه الخردل اللي انا طحنتها دلوقتي، هوريها لحضراتكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده انا التتبيله دي بتتغطى، تتحط في الثلاجه من قبل بيوم لتاني يوم، اعملوها على الاقل من 4 لـ6 ساعات، هتبقى اتشربت ليها تيست وطعم علشان الولاد ما يحسوش انها مختلفه. شكرا يا محمد. هنحط شويه كده معلقه واحده من بذور الايه الخردل اللي احنا او المستردة اللي احنا طحناها مع بعض، تدي كده تيست حلو جدا جدا، نوع كده من انواع الايه الحموضه الجميله، طعم محبب يعني، وليها فوائد كتير جدا. هحتاج بقى البوله اللي هي فيها ميه ساقعه متلجه، هنبدا بقى نحطها جنبنا. انا بفضل ميه ساقعه عشان انا هنزل في الخليط ده وهرجع تاني احطه في الدقيق عشان ايه ياخد الشكل من فوق المظبوط قوي. بصوا بقى كده التتبيله طبعا ريحتها حلوه قوي، وعايزه اقول لكم كمان هتلاقوها طريه وجميله، الولاد هيستمتعوا بيها. تقدروا تدوهم بقى معاهم، اللي بيحب ياخد في اللانش بوكس ستريبس او بياخد ناجتس او بياخد ممكن الدرام ده ياخده معاه، هيبقى لطيف برده يعني، مش هيبهدل الدنيا. ممكن قوي قطع الفراخ الوراك، احنا ليه بنقول الوراك؟ لانه قطره قطره في الطبيعه بتاعته احسن، ما بينشفش. هنا الزيت بحاول كده اجرب معاكم، الزيت لازم يكون حرارته متوسطه. طب هنفترض مع حضراتكم ان الزيت ده جينا في مرحلة حسيت ان هي خدت لون في الزيت وبقت كويسة بس لسه باقي على السوا شوية، هروح عاملة ايه؟ هروح واخداهم على صينية ومدخلاهم الفرن واغطي واسيبهم. هسيبهم في الفرن اولا، لونها لما هغطيها مش هتاخد لون، انا مش عايزة اشغل شواية، مش عايزة اديها لون، انا عايزاها تكمل السوا، فتكمل السوا في حرارة 180 على الشبكة في النص، ما يجراش حاجة وهتطلع مظبوطة جدا. في ناس ممكن تسويها في الاير فراير برضه مفيش مشكله. اير فراير على فكره من الحاجات العمليه قوي، الناس كتير يعني قالوا انا ممكن اشتري نفسي بيها، لانه كل حاجه بيعملوها فيها اولا صحيه، ثانيا بتنجز في الوقت وبشكل كويس. انا هبدا بقى اخد كده، هيجيبوا لي هم البوله اهم. بصوا بقى هبدا اغطي كويس قوي اهو الجلد اهو، هغطي كده واتك. شكرا يا محمد. واتك جامد قوي هنا، شايفين ازاي اعمل الخليط ده حلو قوي، ولازم انفض كويس، انفض عشان ما يبقاش فيه زيادات. وحركه الميه دي حركه مهمه، ليه؟ علشان هي بتخلي اي زياده تقع من الدقيق تحت ما بتخليهوش يراكم دقيق كتير في اماكن معينه. بصوا كده اهو بضغط كويس خلاص، وهنزل هنا شايفين ازاي، وهطلعها احطها تاني وهقلي على طول، يعني اعمل الخطوه دي اكون خلاص الزيت جنبي جاهز اهو. بصوا حضراتكم انا بجرب الزيت جنبي عشان اشوفه جاهز ولا لا، اهو حطيت فيه رشه دقيق عشان اشوف الزيت ايه. شايفين بقى التعريجات اللي بتبقى فيه دي، هي دي التعريجات اللي انا عايزه اشوفها فين في الدرام لما يطلع اهو، شايفين. حط هنا، بسم الله، زود بس هنا النار اسمحوا لي. ايوه كده تمام. هنعمل واحده تانية نشتغل بقى بيها، هنعمل كده كده. بصوا الجمال شايفين، ونعمل كده كويس قوي من جميع النواحي، نثبت كده وبعدين هاخدها تاني في الميه بتلج وهنزلها تاني في الدقيق اللي احنا حطيناه له المنكهات اللي قلت لحضراتكم عليها، فيها الثوم الباودر، فيها البصل الباودر، فيها البابريكا. ممكن ننزل تاني الوصفه بعد اذنك يا ندى ونجيبه كده الزيت وهو بيتقلي فيه الايه الدرامز. يلا بينا، بسم الله اهو شايفين ازاي. بصوا هنعمل كده الفراخ، تقدروا تعملوا فيها كده، تقدروا تعملوا كده في الوراك العاديه خالص من غير ما تبقى يعني متقطعه صغير، اوراك الشيش طاووق كده تفردوها وتعملوا بيها نفس اللي انا عملته ده. ومعانا ام جوزيف، ناخد ام جوزيف. اهلا وسهلا.
ام جوزيف حبيبتنا اتفضلي. يك. اهلا بيكي. ايوه معاكي يا حبيبتي، الحمد لله ربنا يخليكي. الله يسعد قلبك. تسلم ايديكي، جميله الوصفه النهارده اللي انت عاملاها دي. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي وتعيشي يا رب. بص بص يا شوف عظيمه، طب لو جبنا الاجنحه يا شوف عظيمه نعملها بنفس الطريقه. اعمليها صديقة. اعملي كل اللي انت عايزاه في الفرخه بنفس الطريقه دي، هتبقى رائعه. ماشي، كل حاجه حلوه بقرمشه. ايوه احنا بنحب الاجنحه طبيعي. اعملي اللي انت عايزاه. ايوه معايا الاحفاد ربنا يخلي يا رب، بيحبوا الاجنحه، فانا لو عملتها لهم بنفس الطريقه دي هتطلع حلوه طبعا. تطلع روعه ان شاء الله، وهتطلع اروع من ايديكي يا ام جوزيف. ماشي حبيبتي، تسلمي يا روح قلبي. هما الاولاد بيحبوا الحاجات دي تبقى شبه بره قوي، والحقيقه هي اصبحت مكلفه جدا حقيقي بجد. احنا بقى نحاول نجرب نوصل للتيست اللي احنا عايزينه. مقاديت نزلت مره تانية قدام حضراتكم، لو لسه حد منضم للهوا، احنا بنعمل دلوقتي الايه الدرامز المقرمشه او الفراخ المقرمشه، بس احنا اشتغلنا بالدبابيس لان هي عمليه للولاد قوي اكتر يعني. عايزين تعملوها في الفرخه تقطعوها 8 قطع، ما تنقوش الفراخ الكبيره. انا عايزه من حضراتكم الفراخ تبقى يعني ايه وسط، كيلو كيلو 200 اقصى حاجه عشان تطلع متسويه كويس مع حضراتكم. انا بحاول دلوقتي اهو اجهز كذا درام بالشكل ده، واهم حاجه الجلد. شوفوا انا بشد الجلد ازاي عشان تبقى التغليفه من عليه، شايفين ازاي؟ والمقادير نزلت معانا اصدقائنا علشان تصوروها وتخليها عندكم. خلاص هنزل بقى هنا في الميه الساقعه، واطلع نزل الدقيق الزياده، ونرجع تاني نعمل الده. احلى تدبيق على فكره، المحلات كلها بتشتغل بالدقيق ده، بس طبعا ما عدا نوع معين معروف في مجموعه يعني امريكانا، ده بيجي له الحاجه دي من بره اصلا يعني كده يعني جاهزه، ما بيعملش فيها حاجه خالص، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. بصوا حلو الكلام، ما قلتوليش كلام جميل زي بوجي. طيب بصوا كده هننزل كده، شايفين ازاي؟ هنبدا بقى نعمل كمان معجنات كمان حلوه قوي الاسبوع ده. حضراتكم تابعوا معانا، احنا مستمرين معاكم اسبوعين لاحتياجات حاجات المدارس علشان الولاد، معجنات واكلات سريعه وسهله وحلوه علشان اولادنا، وعلشان يتبسطوا باللانش بوكس اللي بياخدوه وما يضطروش يشتروا حاجات جاهزه من الكانتين بتاع المدرسه. نهتم بالخضروات قد ما نقدر، بلاش سويتس كتير، خليها في الإفادة يعني، حاجات تبقى للإفادة فقط. شايفين انفض كده على خفيف وهعمل كده اهو. انا طبعا بجهز كده، طبعا الطاسة مش هتاخد اكتر من كده، فانا هجهز واحد هنا. وممكن بقى ايه استسمح حضراتكم ان انا بعد الجام ده نطلع لاستراحه بسيطه، هنرجع نعمل الارز الريزو بتتبيله جاهزه، هي الطعم اللي انتوا عايزينه بتاع بره يمكن احلى، الطعم ده احلى من بره. لو كلت الرز الريزو ده في المكان المخصص ليه مش هتلاقوه بالطعم الحلو ده، لكن صوصات كلها جاهزه وحلوه هنستغلها بقى ونتحايل على الطعم، نعمل حاجه كانها مش في البيت خالص لكن هتمتاز بطعمه مميز جدا. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نعمل رز مع بعض في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. طبعا التشيكن سايبينها نار متوسطه، هنبدا بقى نقول وصفه لطيفه للرز. خلينا نقولها بسم الله. ارز الريزو، عندي ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من الزبده، بصله مكعبات، تقدروا تحطوا زبده وتقدروا تشيلوها دي اختياري يعني، بصله مكعبات صغيره، معلقه من الثوم المفروم، عندي كمان مكعبات من المرق الدجاج، مش شرط يبقوا أربعة، ممكن أحط اتنين على حسب الكمية، وفي الأحسن والأحسن اللي بتتباع باودر عند العطار رائعة، وفي معلقة كبيرة من الكاري، ونص كوباية من الباربيكيو صوص، نص كوباية من الكاتشب، في تشيلي صوص ده اللي بيحب الحاجة حرة فيها سبايسي، مش عايزين اعتبروه مش موجود، هنحط الباربيكيو والكاتشب والصويا صوص معلقتين، وهنحط معلقة من الصلصة الحارة أو لو في معلقة هريسة مفيش مشكلة، عندي معلقة صغيرة توم باودر وثلاث كوبايات رز مصري وطبعا المية بتاعته. طيب أنا هفتح كده هشوح الأول الإيه الرز، بسم الله هنحط الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد كده معلقة خشب
بسم الله، وهنزل البصل. الريزو ده او الريزوتو ده طبق ايطالي بيتقدم كده كمقبلات قبل الطبق الرئيسي. طبعا الريزوتو انتوا عارفين كرات الرز اللي بتبقى ستيكي شويه كده وبتتحشي حاجات، فيبقى لطيف برده من الوصفات المحببه. حطيت رشه ملح، عايزه احط كمان الثوم المفروم، معلقه كبيره كده، و المرق. الوصفه دي بقى بتحب المرق، انا بقى عندي شويه باودر وشويه ايه مكعبين كده، هو ده الطعم يعني، وبتتباع بودره عند العطار. وهنحط بقى الصوصات بتاعتنا، بسم الله، صويا صوص، وخلوا بالكم من الملح فيه، ده تشيلي، تشيلي هحط جزء منه مش كله، كاتشب، وهنقلب كده. صويا صوص برضو ليها فوائد على فكره، ده الباربيكيو صوص، عايزه اقول لكم مليئه بالمضادات الاكسده وبتحسن عمليه الهضم جدا، بس ما نكترش منها. طيب ايه تاني عندنا؟ الثوم الباودر، حطينا ثوم عادي، هنقلب كده تقليبه حلوه، معلقتين زيت كده مع بقى بعد ما حطيت. خلوا بالكم الصوصات دي عامله زي بالظبط السمك اللي بنعمله الاحمر اللي هو بتاع السمك اللي بالطماطم وكده، فبيبقى تقيل، فلازم نسويه على نار هاديه، يعني مش يبقى هيستوي على البخار اكتر ما هو هيستوي عشان ما يتلسعش. الصوصات دي كمان فيها نسبه من السكر، خلينا بس نقلب تقليبه حلوه كده، فعامله زي الطماطم والصوص وممكن تتلسع مننا، فنهدي النار بعد ما نحط ويغلي، وما يحتاجش ميه كتير قوي يعني. خلوا بالكم بيبقى ستيكي شويه يعني، من النوع اللي مش رز مفلفل، يبقى رز في تلزيقه سنه كده. بسم الله، ميه سخنه، هنقلب تقليبه كده حلوه كده، وخلينا نزود شويه بسيطه كمان بس. طبعا انا هحط رشه بسيطه قوي من الملح، ما تنسوش ان انا حاطه صويا صوص دارك، يعني الغامقه اللي هي نسبه الملح فيها عاليه شويه، فاحط حاجه بسيطه كده من الملح. حطينا طبعا مرق دجاج زي ما قلت لكم، هشيل بس ده عشان ده فص ثوم كده. مرضى القلب بقى ما تحط لهمش صويا صوص والحاجات والناس اللي عندهم حساسيه او في فم المعده في مشاكل للحاجات الحاره، بلاش منها خالص. تعالوا معانا مدام سهير من الجيزه. يا اهلا وسهلا، تسلم ايدك مقدمه. الله يخليكي مدام سهير، تسلمي يا رب، شكرا لحضرتك. نشكرك جدا على الوصفات الجميله بتاعت الاطفال. الله يخليك يا فندم، تسلمين. انا والله اطفالي فعلا رايحين المدرسه بعد بكره، ويا ريت تعمل لنا الحاجات السريعه، اعملها لهم الصبح كده من عينيا، اللي هي المخبوزات اللي كنت بتتكلمي عليها. عاملين مخبوزات حلقه الاسبوع ده ان شاء الله، حضرتك هتتبسطي بيها، فيها البيتزا وفيها الباتيه وفيها حاجات حلوه ان شاء الله، يتبسطوا بيها قوي ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد. حبيبتي وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. اشكرك، تسلمي لنا يا رب، ميرسي لاتصال حضرتك ويعني لكلامك الجميل ده. انا هحط بقى شويه كده من الكاري، وحطيت شويه من نفس الخليط اللي حطيته مع الريزو، نقطه زيت واحده، هقلب بقى الخليط ده كده، وعايزه انزل فيه التشيكن. بصوا انا مقطعها صغنن قوي، ممكن يبقى صدر كفايه، عايزين تقطعوه بقى اكبر اصغر، دي حاجه ترجع لحضراتكم. عايزين تعملوا بالستريبس وبعدين بعد ما تطلع تقطعوها، المهم التتبيله دي هتدي طعم للرز لما هيطلع. تعالوا بقى هشيل دول كده، وبعدين نحاول نقدم ان شاء الله هتبقى رائعه، بتبان بقى طول ما هي بتبقلل وتطلع ميه، شويه ميه هي استلسها، اول ما تبدا بقى خلاص تحسوها تمام هزق لكم ده هنا. بسم الله، هنا ده شايفين، ده في سنه لسه بعرفه من
دي. تعالوا بقى ايه دي، تمام. لسه ما كملناش الفراخ اللي هنعملها على الريزو، هنكملها حالا. انا بقى بفكر انزلها اصلا في نفس الخليط بتاع الايه التوابل اللي انا قليت فيه بالفعل الايه الدرامز ده، هنزلهم كده وهاخدهم بقى ايه اقليهم مره واحده كده في الايه. انا عايزه السبايدر بتاعي اهو، بصوا هاخده كده وهحطه هنا هو اللي في الخلطه دي، عشان لما اجي اطلعهم ابقى صفيتهم لان انا مقطعهم صغير قوي. طبعا هما لو ستريبس ينفع نعملها بنفس الطريقه، وطبعا هنقطعهم بعد ما يطلعوا. بصوا بقى هاخد الخلطه دي كده هنزلها هنا، وهاخد كده من الايه من الدقيق ده كده. انا وطيت النار على الرز زي ما حضراتكم شفتوا، بصوا بقلب بس تقليبه حلوه كده هنا. نفس الخليط يعني ايه بشكل لطيف كده، حتى لو هو مش واخد القاتن كله من فوق مش مهم، المهم ان هو يديني طعم حلو لقطع الفراخ اللي انا عايزه اقطعها من فوق اهو كده. شايفين ازاي؟ ناخد بقى الكام قطعه اللي وقعوا دول كده بنفس التتبيله، مفيش على طول، انا مقطعها صغير عشان تاخدش وقت اهو. دي صدور اصلها، شايفين ازاي؟ وهاخد طبعا كده منديل، ممكن انزل عليه الايه القطع دي برضو على طبق كده، هسيبها شويه زي ما انتوا حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي؟ لسه في شويه هنا، خليني اخدهم دول اهم. بصوا اهم بواقي بقى دول حطوا كمان على الرز. بصوا بس كده، هشيل دي بس من بتاعه التشيكن. خلاص هنحط دول هنا وهنبص بص على الرز. انا مش عايزاه يتحرق، لازم اقلبه تقليبه، فاسمحوا لي اقلبه تقليبه كده. معانا دانا، اهلا يا دانا. الحمد لله. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. كويسه؟ دخلتي السكور ولا لسه؟ خلاص انا داخله. يلا على خير يا روح قلبي، ربنا يوفقكم كلكم يا رب، النجاح والتفوق ليكم. شكرا. العفو يا نور عينيا. انا كنت عايزه رز بسمتي الكالوري بس كده من عيني. بس الرز البسمتي قالت ايه معلش عشان ما سمعتش؟ الكالورينج. الكالورز حاضر من عيوني بس كده يا روح قلبي. الملون حاضر نعمله عشان خاطر عيونك يا دندون. شكرا. العفو يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني يا دانا، شكرا ليك يا حبيبه قلبي. انا بقى ممكن اقفل بعد بقى ما خلصنا شويه دول، هشيل كده البواقي دي كده خلاص، وبعدين هاخد اللي باقي ده عشان حرام هنحطهم نكمل بقيه الدرامز. وانا بقى هعمل مع حضراتكم دلوقتي سلطه محببه جدا جنب الوصفه الجميله دي، الولاد برضو بيحبوها. اتمنى يا رب برضو تنول اعجاب حضراتكم. طيب هنجرب دلوقتي كده
لازم اخليها تاخد كده كويس الكوتل، وهننزل كده وهنعمل كده. احنا هنقيه بس نقدم حاجاتنا الحلوه دي الاول، التشيكن بتاعتنا. بصوا بقى، وهننزل هنا بسم الله. كده كده هنزل هنا برضو. والرز بقى خلوا بالكم، الرز ده انا هديت النار خالص علشان يستوي على البخار، يبقى بقى ايه يعني كده. هو حساس شويه زي الرز الاحمر بتاع السمك على فكره، لو حضراتكم بتعملوه بيبقى محتاج كده ايه تسويه معينه. هنزل هنا وهرجع تاني اعمل كوتنج صح، احط فوقهم حلو اهو كده كده اهو. طيب خليني بس ايه ده. وهنبص على الرز على أربعة، أهدى حاجة. بصوا، وهشتغل برضو بالشوكة. هو خلوا بالكم من أنواع الرز برضو اللي مش يعني إيه مش مفلفلة 100%، بس تمام الطعم بتاعه هيبقى روعة إن شاء الله ينول الإعجاب. أخطي بقى كويس وهديت الحرارة خالص علشان يكمل سواه. ودلوقتي بقى انا ممكن نطلع لاستراحه، هرص بقى الحاجات الحلوه دي ونشيل الحاجات دي عشان نبدا نعمل سلطه جميله مع بعض، ونشوف الحلو بتاعنا برضه هيبقى محبب للاطفال، نقدر نعمله لهم في السكول ياخدوه معاهم حاجه مغذيه وطبيعيه في البيت. هستنى حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. احنا قدمنا بقى الدرامز او الاوراك او الدجاج المقرمش، وقدمنا كمان معاه ارز ريزو. الفراخ ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم باذن الله، وتجربوا الوصفه وتعجبكم. اهم حاجه بس سيبوها في التتبيله شويه، لان هي بتبقى محتاجه فعلا تاخد وقتها. طيب عملنا الارز ريزو، اهم حاجه فيه الصوصات، الصوصات دي لوحدها يعني بتودي في حته ثانيه خالص. وهنعمل دلوقتي بقى وصفه لطيفه، السلطه الحلوه اللي احنا بنحبها دايما، الكولسلو، اللي هي سلطه الكرنب معاها الجزر. مكوناتها بسيطه قوي، انا النهارده هعملها بس بمكونات سهله وخفيفه شويه. خلينا كده ايه نقول عليها المكونات بتاعتها. انا عندي نص كوبايه من الكرنب الابيض المبشور او متقطع، او اضربينه في الكبه جرش خشن زي ما تحبوا، ومعاه الاثنين جزره مفرومين برضو بنفس الطريقه او مبشورين زي ما حضراتكم تحبوا. عندي كوبايه من المايونيز، وعندي معاهم معلقه كبيره او معلقتين كبار من الزبادي. ولو عايزين تستخدموا معاها الزبادي اليوناني هيبقى رائع، لانه تقيل جدا ما فيهوش سوائل، تقيل وقوامه حلو. وعندي معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه كبيره سكر او معلقه كبيره عسل ابيض، ورشه الملح. هي بسيطه جدا. هاخد كده، تعالوا كده نحط الايه الاول الجزر الحلو ده، هسيب بس شويه. بصوا، عايزه اقول لكم هي سلطه مشهوره قوي، كانت اول من عملتها يعني كانت روما في القرن ال 18 من حوالي اكتر من 200 سنه، وهي كلمه هولنديه الاصل معناها سلطه الكرومب باللغه بتاعتهم. وصلت طبعا لامريكا عن طريق الهولنديين اللي عايشين في نيويورك. طيب انا هاخد كده هحط الزبادي. طبعا ليه بقول لكم زبادي يوناني؟ افرضوا في حد عايز ياكلها صحيه شويه ومش عايز نسبه مايونيز، ممكن يستخدم معلقه واحده او معلقتين من المايونيز اللايت، يستخدم معاها معلقه صغيره من العسل الابيض، ويحط الباقي يوجرت او الزبادي اللي احنا بنحبه، الزبادي مفيد. تعالوا كده بصوا بقى، الزبادي ده يعني تعزيز للمناعه، بيظبط ضغط الدم جدا، بينزل الوزن، الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي بتخاف من كانسر القولون، بيقوي الاسنان، بيحمي اللثه من النزيف
انا هاخد بصراحه مكان السكر هحط معلقه عسل، بتبقى احلى. طبعا عايز يحط سكر في المطعم بيحط سكر، بس احنا بقى في البيت هنعملها بحاجه ايه، حاجه جميله. هنقلب كده رشه الملح عشان تظبط الطعم، هنحط معاها كمان عصير ليمون، عصير ليمون. بسم الله، بس كده خلاص. هنقلب بقى الخليط ده، عايزه اقول لكم كل مكوناتها فعلا بجد طبيعيه، بتحارب البكتيريا في الجسم وبتنشط الدوره الدمويه. كرنب في حد ذاته كمان مفيد جدا. خليني بقى ايه اخد كده سباتولا هنزل منها، نزل بقى الصوص الحلو ده هنا. عايزه اقول لكم الكرنب ده فيه فيتامين بي او فيتامين ب، يعني بيقوي العضلات جدا، وفيه كربوهيدرات بتمد الجسم بالطاقه اللي محتاجها، وبوتاسيوم بيعالج الضغط العالي وبتحافظ على توازن الاملاح في الجسم. بصوا، والجزر فيه زنك بيعزز جدا نمو الجسم، وكمان مفيد للناس الولاد بقى شربوهم جزر في الشتاء، احنا داخلين على الشتاء اهو مع البرتقال، مهم قوي. بصوا انا هعمل كده، بس انا بقى في اضافه كده لازم تحطوها، حاجه بسيطه قوي، شويه لبن، شويه لبن بقى هيظبطوا الاداء ده. بصوا السلطه لوحدها تتكلم عن نفسها، طبعا لازم تسيبوها شويه تصلصل كده وتنزل شويه من السوائل بتاعتها دي، لكن انا هضيف لها معلقه او معلقتين بس مع يعني من اللبن، هتظبط جدا وهتبقى جميله. بسم الله، هاخد كده شويه لبن صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهم اهم شايفين ازاي، وهحطه اهم كله بقى احلى كولسلو. سقعوها بقى حلو وتبسطوا بيها جدا ان شاء الله، حاجه كده في البيت رائع. تعالوا بقى نقدمها مع بعض. بسم الله الرحمن، ومعانا ام محمود. يا اهلا وسهلا، يا صباح الفل. يا صباح الفل يا ام محمود، صباح العسل عليك حبيبتي، صباحك فل يا روح قلبي. شفتي بتعملي الحاجات اللي عايزينها ازاي يا حبيبه قلبي؟ ولادي بس بيقولوا لي عايزين ننزل تعزمينا في حته او تجيب لنا أيوة. حاجات المهمشن. يا حبيبتي صحه وهنا على قلبهم، جربي بس وقولي لي رايك في التتبيله. الله يسعدك، حاجة جميلة حبيبتي، تسلميني. ولا فيها مواد ضارة ولا فيها حاجات من الفاكتيريا وضامنينها بقى جميلة وحلوة، إن شاء الله يا رب يستمتعوا بيها وتعجبك الوصفة دي. إن شاء الله نعملها إن شاء الله. أنا عايزة أستأذن حضرتك بقى، كل سنة وأنت طيبة. أيوة المدارس. أيوة إحنا بقى عايزين إيه، حاجات حلوة كده وخفيفة أعرف إيه ياخدوها معاهم. طيب حاضر، وخلي بالك الدرامز دي يقدروا ياخدوها برضو، ما هو الولاد بياخدوا الناجتس وبياخدوا الستريبس، يقدروا ياخدوا الدرامز دي معاهم اللي هي الدبابيس الحلوه دي برضو. ايوه ايوه، وادوهم سلطه طبيعيه كده. هعمل لك وان شاء الله الاسبوع ده فيه حاجات جميله كمان باذن الله. عليك يا حبيبتي، تسلمي لي يا ام محمود، الله يسعد قلبك حبيبتي، شكرا لاتصالك ومكالمتك، شكرا جزيلا. تعالوا بقى نعمل وصفه حلوه للولاد، حاجات كده سويتس بس بيتي. تعالوا نبدا الاول بجوز الهند، عشان ولادنا حبايبنا اللي قالوا ايه بيحبوا ساعات جوز الهند او الشوكولاتات اللي متغلفه وجواها جوز هند. تمام، نزل وصفه حلوه، كرات جوز الهند وهي كبديل لشوكولاته مشهوره قوي في السوق. خلاص خليكي معايا يا ندى عشان انتي بتحبي الشوكولاته دي. طيب هنبدا. بسم الله، عندي كوبايتين من جوز الهند، عندي كوبايه من اللبن، عندي كوبايه سكر وتقدروا تقللوه عن كده، وتقدروا تستخدموا كمان العسل. انا بحاول اقنن لان الوصفه دي ساعات بتتعمل بالحليب المكثف المحلى. طيب عندي كمان معلقتين من الزبده، وده علشان تدي طعم جميل زي اللي احنا بنشتريها ان شاء الله من بره. طيب هعملها بمكونات اقتصاديه في البيت، مش عايزه اكلف حضراتكم في حاجه مش موجوده. هاخد الاول كده معلقتين زبده، هي بسيطه وسهله قوي. بسم الله، اهم حاجه ما تسخنوش النار قوي، انا مش عايزه جوز الهند ده ايه يتحمر زياده يعني. وهبدا كده انزل شويه جوز الهند دول، مش عايزه اعمل حبه كتير عشان يستوي معايا على طول، يعني انا مش هغير لونه، انا عايزاه يفضل ابيض، فانا مهديه النار. معلش خليني اغير السباتولا دي، ناعمه قوي طريه قوي، وانا عايزه واحده ناشفه. ايوه كده
ماشي حبيبي، كل واحد بيقول رقم. بصوا كده ماشي يا نور، عينيا انت والله انا واثقه فيكم كلكم والله. بصوا كده هنبدا ايه ندوب ريحه الجوز الهند على النار. بصوا النار هاديه متوسطه يعني، هبدا بقى اعمل كده الريحه تجنن. وبعدين جوز هند حلو برده مفيد جدا، ليه فوائد كتير جدا. وطبعا هنبدا نعمل لهم برده حاجات ان شاء الله ياخدوها، الحاجات اللي بتبقى محشيه بالشوكولاتات والمعجنات الصحيه. بصوا كده عايزه بس كده ايه اديها تبقى قوام. طبعا لو هتستخدموا حليب جوز الهند مش هتحتاجوا كل الخطوه دي، انا الخطوه دي بس عشان انا هحط لبن وهعملها على النار. تمام، هسخن جوز الهند بشكل كويس مع الزبده كده اهو بس كده حلو. لكن حضراتكم لو هتستخدموا الحليب المكثف المحلى، احنا عملناه قبل كده كذا مره في البرنامج وقلنا لو انتوا عندكم اللبن الباودر، كوبايه لبن باودر، كوبايه سكر باودر، عندي نص كوبايه من الميه المغليه، مغليه من الكتل، ومعلقه زبده واحده او مكعب زبده واحد، اضربوهم في الخلاط يطلع لكم احلى حليب مكثف محلى. لازم يقعد في الثلاجه عشان يدي القوام التقيل، ما تستخدموهوش على طول، لازم يقعد يسقع في برطمان ازاز معقم كده. تعالوا بقى نتكلم على فوائد جوز الهند شويه. عايزه اقول لكم في احماض دهنيه جدا بتقوي المناعه، بيحسن صحه البشره جدا والشعر، وبيفتح البشره، بيمنع التقصف والهيشان بسم الله والتساقط، وبيلمع الشعر. عايزه اقول لكم في نسبه بوتاسيوم بتحمي السيده الحامل من ارتفاع ضغط الدم. بصوا بقى، بصوا الجمال، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده عشان يبقى زي العجينه، انا عايزاه عجينه، هشكله بقى وايه ونكوره ونغلفه بالشوكولاته، شوكولاته خام طعمها يكون حلو. وعملنا كذا صوص للشوكولاته اهو، وهنا هضيف شويه السكر، انا مش عايزه ازود سكر كتير، هزود شويه نص كوبايه مثلا حلوه كده، واقلب الخليط ده بقى على النار. شوف انا بحافظ كل ده على لون ان الجوز الهند ما يغيرش لونه ولا يحمر ولا ياخد لون ولا حاجه، انا عايزاه يفضل كده عشان تفضل جواها ابيض لحد ما تبقى عجينه حلوه كده، تستوي كويس وتبقى عجينه حلوه. السوائل دي تنشف دلوقتي، اللبن اللي انا اضافته ده تحسوه مش لازق كده، يعني ايه نشف شويه في الطاسه خلاص. وبعدين هبدا اكورها، سقعوها بقى لان هي لازم تسقع شويه، ما ينفعش تستخدموها سخنه على طول، تسقع بس شويه وتكوروها بقى بمعلقه، تاخدوا نفس المقاس للمعلقه دي وتشكلوا بنفس المقاس عشان يطلع كل احجام الكور قد بعض. بصوا كده اهي. وبعدين هنسيح شوكولاته عاديه جدا زي اللي سيحناها قبل كده على البخار. البخار بنكسر الشوكولاته او بنجرشها او بنقطعها بالسكينه او بنبشرها ونحطها في بوله على النار. اخر حاجه بنضيف لها بس معلقه زيت صغيره من معلقه الشاي. شكرا جزيلا، تدي لمعه حلوه للشوكولاته. وتعالوا بقى غلفوها بالشوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، هتبقى جميله جدا. عايزين بقى تحطوا للشوكولاته دي او الصوص ده مثلا شويه سوداني مجروشين محمصين خفيف قوي، فتدي شكل السنيكرز كده من فوق. عايزين تحطوا مكسرات مفيش مشكله، عايزينها ساده ونعملها زي ما احنا عاملينها كده هتبقى رائعه. بصوا كده انا بس زودت هنا شويه عشان انا عايزاها ايه تبدا بقى تلم معايا على النار الهاديه دي، لما تبقى ايه خلاص قطعه عجينه متماسكه كده حلوه اقدر اشكلها كور. بصوا كده اهي شايفين تبدا تسخن، هاخد بقى بوله جنبي اطلع فيها. وزي ما قلت لحضراتكم من الحاجات الجميله طعمها حلو قوي، نقوا بقى طعم شوكولاته كمان حضراتكم تشتروه، يكون من محلات المستلزمات الحلواني او من السوبر ماركت، يكون طعمها حلو. ويفضل الدارك اللي فيها نسبه 70% كاكاو عشان يبقى في استفاده منها قوي، تبقى طعمها حلو. في ناس بتميل للشوكولاته اللي باللبن، ممكن انا اقول لكم طعامه لو عندكم اللي هي الشوكولاته القابله للده، حطوا معلقه واحده منها على الشوكولاته الدارك دي، يعني تديهم التست الحلو اللي هما بيحبوه اهي. بصوا بقى حاجات شيك قوي وجميله في البيت، وبتتعمل في البيت حاجات بيتي وجوز هند طبيعي اهو. عايزه بقى ده كله يتبخر، بدات اسخن النار شويه عشان ايه
تبخر معايا شويه دول. لو حضراتكم استخدمتوا الحليب المكثف هتحطوه دايركت على الجوز الهند على النار وهياخد تقلبتين وشكرا، لانه قوامه هيبقى لزج فهيتماسك على طول. لكن هنا انا حاطه لبن سائل مع سكر مع معلقه الزبده عشان تدي الايه نفس الفكره بس بحاجات في البيت موجوده اهو. شايفين ازاي؟ تمام. انا الكورنيه عندي ولا بره؟ طيب بصوا كده، يا سلام. عايزه حضراتكم بقى تقولوا لنا من خلال البرنامج انتوا عاوزين ايه، حاجات معينه لو انتوا حابين وصفات معينه قولوا لنا عليها. احنا ان شاء الله الاسبوع ده فيه معجنات حلوه محببه للولاد، الميني بيتزا والباتيه ووصفات خاصه كمان بالافران بنحب الولاد ياخدوها للفطار الصبح هنعملها مع بعض، غير بقى المقرمشات اللي بيحبوا يتسلوا فيها زي السناكس والحاجات دي بتاعه الافران هنعملها برده مع بعض علشان حضراتكم ايه تبقوا عملت لهم كل اللي هم عاوزينه. الحاجات دي بتبقى موفره في البيت ومش مكلفه وبتدي كميه كبيره حلوه يعني استفاده منها. بصوا بقى ده تمام، ايوه النار كده بصوا بدات بقى خلاص تشتغل اهي. انا بقى ايه عديت المرحله الخطر اللي فيها خفت مع الزبده مع جوز الهند انه يتلون، والحمد لله كده تمام. بدات بقى السوائل خلاص تتشرب اهي في الحراره، والسكر بدا يدوب تماما لان انا حاطه سكر عادي مش سكر بودره ولا حاجه. شايفين ازاي؟ طبعا النهارده بقى عايزه اقول لحضراتكم بقى هنبدا هنا نعمل بقى كور كده حلوه. طبعا الخليط ده لازم يسقع، ما ينفعش تستخدموه سخن. سنه كمان، ايوه الريحه تجنن. اصلا انا بحب جوز الهند بحبه في كل حاجه اكله كده صريح، لكن داخل في شويه حاجات كده مع بعضيهم ما لا، يبقى ليه شخصيه مستقله احسن، زي الشكلمة زي الجوز الهند اللي بناكلها في حلاوة المولد. وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، احنا قربنا ان شاء الله ونعمل حلويات المولد اللي انتوا عاوزينها. بصوا بقى هناخد كده كده، لازم تبرد شوية لما تمسك، لازم تبرد تماما وبعدين ابدأ في تشكيلها كور واغطيها بالشوكولاتة. حاول كده البس الجلوفز، شكله بقى بمعلقه يكون السايز بتاعها واحد، يعني انا لو عندي معلقه كبيره هشكل بيها الكوره تبقى على قد المعلقه دي، كلهم قد بعض. دي اول حاجه، بس عشان هي سخنه قوي مش هقدر اشتغل بيها سخنه جدا، فهتتعمل بقى كور كده حلوه. يعني بصوا اول ما هتبرد وتسقع كمان هتتماسك قوي، هي كده كمان لسه طريه عشان لسه سخنه جدا. هنعمل بقى كور كده حجم واحد، لازم تسقع، هي سخنه جدا جدا. هنعمل الكور دي وننزلها في صوص الشوكولاته زي ما عملنا قبل كده. طلعوها على ورقه زبده، سيبوها لما تنشف في الثلاجه في 10 دقائق ربع ساعه هتكون شدت والشوكولاته دي عملت جمدت وبقت تمام. ناخدها نحطها في قوالب الكب كيكس زي ما حضراتكم شايفين، احنا قبل كده فاكرين عملنا كرات الطاقه ونزلنا منها في الشوكولاته وعملنا صوص الشوكولاته مع بعض وعملنا طريقتين لصوص الشوكولاته السهل. حضراتكم تقدروا ترجعوا للحلقات في اي وقت، هتتبسطوا بيها قوي. في الوان خاصه بالشوكولاته البيضاء، ما ينفعش نستخدم الوان الجل ولا الالوان السائله في الشوكولاته بالذات البيضاء، ليها الوان خاصه بيها موجوده في محلات مستحضرات الحلواني، حضراتكم تقدروا تجيبوها وتخلوها عندكم للشوكولاته البيضاء في اي وقت عايزين تلونوا الشوكولاته البيضاء الوان زي ما احنا عاملين الاحمر والحاجات الحلوه دي تقدروا. لكن الشوكولاته الدارك دي شوكولاته عاديه متسيحه، دي الفراخ المقرمشه او الدبابيس المقرمشه اللي عملناها في البيت النهارده بوصفه جميله، استخدمنا فيها الزبادي او اللبن الرايب، وعملنا كمان الارز الريزو بطريقه بسيطه وحلوه بالصوصات الجميله اللي احنا متعارف بنحب ناكلها من بره. عملنا سلطه الكولسلو، اتمنى يا رب برده تنول اعجاب حضراتكم. تنسوا شويه اللبن اللي في الاخر دول بيفرقوا قوي.
مع الوصفه دي. ولما بتسقع كده بتلاقوه الكرنب كمان بدا كده يسقع ويدي شويه الميه دول مع اللبن مع معلقه العسل اللي حطيناها والزبادي مع المايونيز، هتلاقوا كده الدنيا بقت جميله قوي، تاكلوا حاجه صحيه وهيلثي في البيت ان شاء الله. اتمنى يا رب ان الوصفات تنول اعجابكم، قولوا لنا لو ليكم اي طلب في اي حاجه من العين دي والعين دي. بشكر كل اصدقائي طبعا اللي اتصلوا بيا النهارده وتواصلوا معايا من خلال مهارات عظيمه، شكرا لحضراتكم وتحيه وحب وتقدير كل من يشاهدني من خلال قناه الاهل. اسمحوا لنا بقى نستعد للفقره الطبيه، هيبقى معايا ان شاء الله الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.